دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم. ما فارقتني الابتسامة لأنه بعرف أنه الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن. أدعو لها بالرحمة وأدعو لها بالأشياء الطيبة والحلوة، لطالما هكذا دعيتوا لها كتير. أنا متأكدة أنه ربنا رح يعطيها هاك أشياء كتير حلوة وطيبة. أنا عندي هاك قلبي مهنيني أنه شي